انا تكلمت عن فكره واحده، انه شخص يتابعه مليون او مليون و200 او مليون و500 مليونين، رقم فلكي، رقم هالرقم ذا ما منه فقراء، ما في الناس وصل، في ناس ما عندهم سفر، أكيد ما يقدر يسافر، عنده بعضهم ما عنده حتى الى الان يدرس، ما وصل حتى مرحله وظيفه، حلو فهمت، بعضهم عاطل، الامور اللي تصير قدامه من بذخ وبلا وهم، يعني هل هو بمرضيهم؟ راح يدبر قودهم، يشيلون هم، بعضهم يتعرض للسرقة. طيب لو كان عشان يسافر، اسمعني يا محمد، لو كان الشخص هذا ما هو مشهور، هذا الغني ما هو مشهور، صور حياته العادية، ما عرف شيء، طيب وش ذنبه انه صور حياته الشخصية وهو مشهور؟ وش ذنبه يا اخي؟ مو كل شيء تصوره، احترم، مو كل شيء تصوره، ما غلط على تصورت حياته العادية، مو كل شيء تصوره اصلا يوقفون. انا بالنسبه لي اشوف انه جالس يمارس حياته الطبيعيه، لا غير صحيح، في ناس يبالغون، اقول لك انا اتكلم عن الناس اللي بالغون، انا اتكلم مثلا واحد ما شاء الله اعطاه، اللي في بالي في بالك وفي بال خالد وفي بال عبد السلام، بغض النظر على الاسماء، بس الله اعطاه خير، ما هو اجي اقول له لا تصور. المشكله يا شباب في ناس ما يسافر لطائره خاصه، ما يسافر الا جزر جديده، بعض الناس يا عبد القادر يشوفون يعني سلبيات هذا الشخص ويتركون ايجابياته اللي تجي من التصوير هذا. هذا الشخص اللي انت بتقصدونه او الاشخاص اللي انا والله نفس هذا الشخص، ايش الايجابيات اللي لهم؟ ايجابيات في المجتمع مثل انا يا طويل العمر، الرجال هذا الموجود في بالك، انا رمضان اللي فات سوينا حمله في 4 دول في مجلس التعاون الخليجي، هذا الرجل هو اللي تبرع لنا بالمويه، تكفل به كامل طول شهر رمضان. هذا الشخص اللي تقصدون، اللي هم حاطينه ببالهم، لا معلش، ما احتاج اني اقول اسمه، معلش ليش اروح اناظر سلبياته واترك ايجابيات هذا الشخص؟ انت الان تركت مثلا، بعد اتكلمك عن الموضوع، البارح تركت ايجابياته من عمره مثلا وقعدت على صحن الرز اللي هو بدخت يا رجل زودت الرز عليه، الان الرجل هذا اللي تشوف مساوئه دايم مو مره واحده ومرتين، وتركت كل مساوئ عشان حاجه حسنه سواها، ما ادري، ما هي حاجه، حاجات، وش الحاجات؟ ما نعرف عنه شيء، الله، احنا نعرف بذخه، لا نعرف هسترته للامانه، لا ممكن يا عيال يعيش حياته الطبيعيه، يا اخي ممكن يعيش حياته الطبيعيه، يمارس حياته الطبيعيه، هذه حياته الطبيعيه، الرجل ما شاء الله يصرف 3 مليون في اليوم ما عنده كان التيس حق بحور. طيب هذا ما هو مشكله، بس البذخ يعني لازم يكون له تقنين وحدود. ابو حور عندك مشكله تصرف كل يوم تيس؟ اي والله عندي مشكله، سبب لي كارثة اقتصادية.